الشعب بحيث أنا هو رئيسكم الجديد. رئيس رئيس على روحك يا بابا، من اليوم أنا وليت رئيس الحكومة، فهمت؟ يا والله وحلى عملة وعملت بديك يا نجي. إيش كون الرئيس؟ ليام كيف الريح في البر ما ليلي 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 لي فهمت اللللا ايوه يا ولد بنعود يعمل كيف فهمت الله جي تف يا ناجي خلبك بابي عليهم محلاه الفن القديم ومحلاه من ساقبل زادة لوبيا فهمت الله ايوه سنيجي وشكون السيد اللي غني ذايا يطلعش خول بلطي خول بلطي والله زايد الجيل جيل فهمت الله هذا الشيخ العفريت واه عرفته الشيخ العفريت عامر تي ما هو بدل اسمه بيودي الشيخ العفريت فقط اه شيخ العفريت سيك خرف لحظة بركة سنيجي يا تو عرفته لحظة بركة نجم دول وسيلة التواصل الاجتماعي سنيجي سيل جوجل الشيخ العفريت ايوه ولد الشيخ العفريت في تونس سنة 1897 في أريانا فنان تونسي من أصل يهودي امتاز بصوت قوي وحاد وكانت لديه القدرة على الارتجال في الطبوع التونسي معقول يوجد منها 19 نوع تتميز جميعها بالأرجل الطويلة وأجنحة واسعة وتستطيع الوصول بطيرانها إلى ارتفاعات عالية بالجو سامحني سناجي غلط نحكي على اللقلق هذا تعرف حاجة خلي لي زوج سواقر وطير فهمت لا لقلقك من بعضك تو خلي ياك اللقلوق واحد برتاي ما نجمش يكمل يشربوا في عقله واش بيك تخرج فيا سنياجي تحب تسمع الشيخ العفريد لا نحب نتفرج على اللقلق فهمت الله واه 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 يخشي هضمي بهذه الكل يدو هذه سحب عابرة راو ياسر خايبة ريحة البيت ولات بالدخان متاعك يدو حامل شوية رفريش تو تتنحى شد شد شي شي الريحة مزيلت وانا بصراحة ما عادش يساعدني الدخان بطلوا يا دوحة مش بيها لصحتك بلي هكا يا نجي ايا ميلا والله كي ما تبطلوش كل واحد يمشي على روحه ونحكي بجد جراهو ايا كوم يا دوحة وين ماشي مش على روحي عشكون الرئيس انا كأخصائي نحكي معك راه مش بسيح الواحد ينحي فرض ضربة تينا نعرف اما دام تنحي سلولي سلولي بشوية هي بوسوس راه مش به لصحته وانا راني خايف عليه يا انا زياده خايف عليه اما مدام ترضالي المضر انا زياده علاش اش بيك اش دخلك دي كان سنيجي بطل الدخان انا ما نلقاش كون نقحف اسكت اسكت هاوجي بيعي بيعي ايه لبسي بوشوشة فهمت الله واش بيك قاعد وحدك ها شكون المرأة هذه فهمت الله ما نعرفش من نعرفها يا اخي مثلت في فوازير قبل سنيجي سايب المرأة بايات سيجاروات يا اخي مش قلت لي بطلت الدخانه لا يا دوحة بطل شريان وفهمت الله باهي يا عزيزي جرب هذية جبت هيلك سبيسيال مو من الصين يا يعيشك يا دوحة اي جرب عاد ايوه نقعد نازل 5 مرات هذا ريحته ريحة بنان فهمت الله شو يعمل كيف يا دوحة شم عزيزي ثاني مثيت ايها الشعب بحيث انا هو رئيسكم الجديد رئيس رئيس على روحك يا بابا من اليوم انا وليت رئيس الحكومه فهمت يا والله وحلى عمله وعملت بديك يا نجي ايش كون الرئيس